طيب هنا اليوم اليوم العالمي للشاهي، وعندنا هالمخلوق العجيب هذا، وش اسمه أول شيء؟ سماور. 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 هذا اللي تصلحون فيه الشاهي في كردستان. ممتاز. أبغى أعرف، عجزت أن أفهم المكس اللي صاير هنا. هودي تشرح لي حبة حبة وش الجهاز هذا أو وش الأداة؟ أول شيء هنا حق الفحم أو الحطب. نحط الحطب جوا. جوا. حلو. شغل. ممتاز. هذا خزان الموية. خزان الماء وخزان الشاي لحاله. عشان كذا هنا الموية هنا الشاهي. بالضبط. حلو ممتاز. هذا وشو هذا طيب؟ يطلع الدخان. حق الدخان يطلع. دقيق دقيق دقيق. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله لأني اللي خمت. يعني النار تطلع من هنا، المفروض الدخان من هنا. يطلع من هنا الدخان. حلو. والشاهي نحطه هنا طيب؟ طيب الشاهي يختلط مع الموية؟ لا لا ما يختلط. شو ما يختلط؟ لحاله. خلنا نرفع نشوف. الشبك هذا تحته ايش؟ حلو. الحين هذا عندنا وشو هذا؟ هذا اذا تحط شاي زياده حق القدر. تحط القدر هنا. اللي هو البريك. بريك. حلو ممتاز. الى الان ممتاز، بس يبينا نشوف التطبيق عشان نستوعب. نشغل. بسم الله. يلا شغل النار. الحين من هنا يشغل على هذا لين خلاص يدخل من هنا الهواء صح؟ صح. يلا بسم الله. انتبه انتبه. خلاص نقفل عليه. نقفل عليه. قفل عليه لين يبدا يغلي المويه. وشيف شوف اول ما بدا يغلي الماء ما شاء الله بدا يغلي. شوف 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 شو يغلي من ايش. بسم الله. ايوه هلا هلا ما شاء الله يا الفحم. حلو. نضيف الشاهي. وشو هذا الشاهي شيف؟ دقيقه 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 دقيقة. منين جايب الشيف الشاهي ذا؟ جبته معي من كردستان. ما شاء الله. شاي ومعه وشو هذا؟ هذا ورد. هذا الورد المحمدي. محمد. حلو. وين نحطه الحين؟ نحطه هنا. حلو. بعدين نضيف الماي. نحط موية بس عليه خاص. حلو ممتاز. نعبي الماية على الشاي. ما شاء الله تبارك الله. لحد ما يتعبى فل خلاص. ما شاء الله تبارك الله. الروايح طلعت ما شاء الله تبارك الله. ويطلع مدخن. مدخن. نخليه 10 دقائق يستوي شاهي وتكون جاهز. 10 دقائق ان شاء الله يطلع شاهي على مخ. في المخ. ما شاء الله. شاهي. حلو. أول السكر. حط السكر اول شيء. اول شيء سكر. حلو. ثم هذا الشاهي شوف شوف والله ريحة الشاهي مع الورد ما شاء الله. طبعا شوف ايش سوى، اخذوا شيء هذه حطه بمويه حاره حتى ما ينكسر. حتى ما ينكسر علينا. شوف 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 هذا الحين شاهي كردي بالورد على الحطب. انا بهديه الواحد محمد. قل بسم الله. بسم الله. عاد محمد راعي الشاهي وراعي الذوق عندنا في الرياض. قل بسم الله. بسم الله. كيف طعماته؟ والله ما شاء الله شيء مزاج. شاهي السواء بس هذا يبينه بعد العشاء على طول. لا بعد العشاء هو بيخليه خضر صح؟ ما بيخليه. صراحة